سجلت مملكة البحرين انخفاضا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 915 حالة قائمة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 8187 حالة، منها 29 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وسبع حالات في وحدة العناية القصوى، هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1211 حالة إضافية.